سئلتم في الدرس الماضي عن القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر فهمي عن إدراك ما ذكرتم في الجواب عنها، مع أني أدرك المفسدة المترتبة على إزالتها، فهل يجوز وضع القبة على قبر مسقوف كما هو الحال في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز يبنى يا أخي على قبر من القبور، ما يجوز يبنى على قبر أصلاً، ما يجوز البناء على القبور. أما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فدفن في بيته، ما بني عليه خاصة، وإنما دفن في بيته حماية له، ما هو بدفن أولاً ثم بني عليه، ما هذا ما يجوز، لكن دفن في بيت مبني حماية له عليه الصلاة والسلام. نعم.